سؤال من إيمان أحمد، لو عايز أعرف بالترتيب شخص عايز يأسس بيته ومساحته صغيرة، الخطوات بالترتيب ومراحل هتكون إيه بداية من إن الشقة تكون طوب أحمر؟ السؤال ده كبير قوي يا إيمان، السؤال ده ما يتجاوبش عليه كده، في ده عايز فيديو كبير قوي، بس أنا هقدر أقول لك، بس عشان أبقى اسمي رديت، أنت لازم يكون عندك خطوات، ما يعني أول حاجة لازم يكون عندك بند الأعمال الاعتيادية، بعد الأعمال الاعتيادية بتكسري بتوسعي أماكن بالمباني الأول، بعد كده بعد بتخشي مرحلة السباكة ومرحلة الكهرباء، معلش لو نسيت حاجة بس هو صح كده، مرحلة سباكة مرحلة الكهرباء مرحلة العزل، تعزلي الحاجات اللي أنت عايز تعزليها، بعد كل الأعمال دي كلها بتخشي في أعمال، بتخشي في الأعمال الاكسات المحاره، بعد ما حاله المحاره بتخش في معامل الجبسون بورد، في ناس تقول لك قاعدين بقى يختلفوا، قاعدين يمسكوا في بعض، اعمل الجبسون بورد الاول ولا اعمل الارضيات الاول؟ يا عم اعمل اللي انت عايزه اول، المهم مفيش حاجه تبوظ حاجه، اعمل ارضياتك بعد كده، اعمل الجبسون بورد، اعمل جبسون بورد وارضيات مش فارقه، بعد كده بتخش في مرحله، يعني عندك بقى حاجه بقى تجريب بقى، وعندك مراحل بقى، لو عندك هاندر الحديد بقى، او عندك ستانلس، او عندك شغل نحاس، يعني عندك ودهانات لا هي لازم تكوني، يعني تكوني في حته تنزلي تشوفي موقع شغال بالطريقه دي بالتكنيك ده. لكن هو ما يعني والله فكره، انا هعمل فيديو فعلا يقول نمسك ازاي خطوه بخطوه بالتفصيل. يا رب تكوني استفدتي، شكرا.